من العظيم من هنا من ساحة العروب ومن حضرموت والمهرة وكل الأراضي المحررة وفي ظل معية قيادات المناطق المحررة نسلي عليكم البيان الخاص الصادر بهذه المناسبة. نؤكد نحن المحتجبين هنا في هذه الساعة التاريخية في مدينة خور مكسر من عاصمة عدن وحشود أخرى في حضرموت والمناطق المحررة رفضنا الكامل لمغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ورد الشيخ المعلنة لحل مشكلة الحرب والتي تخالفت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومع القرارات والمرجعيات الثابتة الإقليمية والدولية. كما أننا نستنكر وبشدة مضمون إحاطته إلى مجلس الأمن المنعقد في 30 من أكتوبر من هذا العام 2016 حول الوضع في الجنوب. ونعبر نحن محافظي المحافظات المحررة وباسم الحشد الجماهيري وفي مقدمتها العاصمة عدن مع هذا الحشد الكبير نعبر عن استيائنا البالغ من مبادرة المبعوث الأممي وإحاطته إلى مجلس الأمن التي مثلت صفعة قوية لجهود إحلال السلام في اليمن وجاءت استهانة بالقرار الأممي 22/16 وما تضمنه من التزامات لإنهاء الانقلاب وعودة الحكومة الشرعية إلى موقعها الطبيعي في رسم مسيرة الأمن والسلام والتنمية في البلاد. إننا أيها الأخوة في هذه الساحة ومنها وباسم الحشود الجماهيرية نؤكد تأييدنا الكامل لفخامة الرئيس عبد رب منصور وشرعيته يا أبناء شعبنا العظيم. إننا نعيد هذه الشرعية نحو بناء وطن يستوعب الجميع ويصنع الحلول المثلى لتطلعات الناس في الشمال وفي الجنوب. إن تمسكنا الصريح بالمؤسسة الشرعية المتمثلة برئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي يأتي حماية لآخر لحام شرعي إقليمي ودولي يوحد المواطنين ويمنع انزلاق الصراع نحو حافية الهاوية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويجسد معادلة النصر التاريخية الكبرى بين الشرعية السياسية والمقاومة والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي سينتج عنها بإذن الله معادلة الأمن والاستقرار لمصالح الشعوب في المنطقة وفي العالم. كما أن ما تابعناه من تسطيح وتجاوز للقضية الجنوبية وللواقع الناشئ على أرض الجنوب الذي يشهد حركة ثورية متواصلة منذ ما يزيد من 20 عاما في سبيل نيل حريته وكرامته يعد أمرا غير مقبول بتة لما فيه من ظلم ومصادرة لحق شعبنا ونضاله ولتضحية شهداء الأبطال. إنما يؤسف له ادعاءات المبعوث الأممي في إحاطته أن الجنوب واقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية. إنما جاءت تماهيا وتماشيا مع الخطاب السياسي والإعلامي لجماعة الحوثي والمخلوع صالح التي يبدو أنها تمكنت من نقل قناعاتها لتصبح كذلك هي قناعة المبعوث الأممي نفسه.
الذي تجاهل في إحاطته حقيقة مادية للعيان، لأن الجماعات الإرهابية التي هدمها شعبنا وطردها شر طرده لم تكن سوى الخلايا النائمة للمخلوع صالح ولحلفائه، حيث كان يحركها وقت ما شاء وكيف ما شاء، قبل أن تلقى هزيمتها الساحقة على أيدي أبطال الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة والمقاومة الباطلة. ومن عزم الجماهير هذا، فإننا محافظي محافظات الجنوب المحررة نؤكد على تمسكنا بشرعية الرئيس عبد رب منصور هادي، كما نؤكد تمسكنا المبدئي والثابت بحق احترام إرادة شعبنا وقناعته ورفض أي حلول منقوصة. نؤكد أن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، وأنها تمثل مفتاح الحل للقضية الراهنة في اليمن، وأن أي حل يتجاوز الإرادة الشعبية الجنوبية لن يكون مقبولا ولن ينتج سلاما، ليس في اليمن فحسب بل وفي المنطقة والعالم، وهو ما ينبغي أن يضعه المجتمع الدولي نصب عينيه عند صياغته لأي حلول خاصة بالأزمة في اليمن. نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بمحاكمة علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وأعوانهم تحت البند السابع وفق قرار 22/16 لارتكابهم جرائم حرب. ندير ونستنكر استتاب الميليشيات الانقلابية المتمردة للحوثي والمخلوع صالح لأراضي المملكة العربية السعودية وللمقدسات في مكة المكرمة، ونقف صفا واحدا إلى جانب إخواننا وأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. ندير استهداف سفينة المساعدات الإماراتية، ونؤكد أن الميليشيات الانقلابية للحوثي وصالح المدعومة من إيران خطر على الملاحة الدولية. ندعو المجتمع الدولي لإيقاف تدخلات إيران في اليمن ودعم الميليشيات الانقلابية المتمردة للحوثي والمخلوع صالح وفي كل مكان في منطقتنا العربية والإسلامية. نؤكد بأن القرار عاصمة الحزم، قرار تاريخي وشجاع للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة. الشكر والتقدير إلى كل دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صادر على الحلف الجماهيري في وقفة ساعة العموم ضد مبادرة المبعوث الأممي من الشيخ في الثالث من نوفمبر عام 2016. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك جئنا الى هذه الساحة لكي نقول او نقول جميعنا كلنا هذه حقيقة دموع المواطنين في هذه الساحة اليوم يعبرون عن رفضهم المطلق للمبادرة التي تقدم بها ابن الشيخ. وبالتالي سوف نعبر اليوم او تعبر الجماهير هذه بانها الى جانب رئيسها الشرعي الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي حتى الخروج في بلادنا من هذه الازمه الطاحنه التي مر بها، سنكون كلنا الى جانبه، وهذا ما ستعبر عنه الجماهير اليوم في هذه الساحات. شكرا. ان الحضور الجماهيري هذا اليوم هو رافض المبادرات الامميه الذي تحت وعند التحدي في كل المرات، ويطالب الشعب اليوم بمحاكمته. ونحيي الرئيس عبد الله منصور هادي على رفضه هذه المبادرة، وهاي الجماهير هاتي اليوم لتأييد قرار محافظة الرئيس. جيل شجعان بطل الغاب للوحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الغفار قائد المقاومة الجنوبية. احنا اتينا على هذه الساحه للتعبير عن رفضنا لاتجاه المجتمع الدولي لنا منذ 94، واتينا لتأييد
مقاومة الأخ الرئيس في أفضل مبادرة ولد الشيخ التي يعني حولت الضحية إلى قلاد. ما نشترط قامة الرئيس ونقول له نحن خلفك وبعدك حتى تحقيق جميع الأهداف. لن نبخل عليه بأولادنا وبدماءنا وبمالنا وبكل ما نملك، وعلى ولد الشيخ أن يراجع حساباته ويعرف أن الجنوب عصية. لن تقبل أي استعمار، لن تقبل أي استعمار. الجنوب عاش حرا وتظل حرا. تحية لكل الشهداء ولكل الجرحى، ونعاهدهم أن على الدرب وأن سيرون إلى تحرير هذا الأرض الحبيب الجنوب. وتحياتي لكم وشكرا جزيلا. أنشأ بقوة مدينة عندما أمره وقال للشيء كن، كان خالق الناس من تربة ونطفة مهينة نحمده كل ما يتلوه. تبارك ورحمن حمد ترضى يا ربي على كل حين ختم هذا النبي في قصة الله بالإحسان خاتم الأنبياء ترشاه من المدينة. جاء خبر قال أبو حمدي وبيت سهران وين هو النوم؟ يا العيال ما تغمضينا ظهر ابو حمدي الليلة وقمنا فالاغبان كل مسلم على الدنيا وهو يا قبينا من بن الشيخ طول الليل بيت سهران من بن الشيخ طول الليل ميت بيت سهران من بن الشيخ طول الليل بيت سهران. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مناسبة يعني مناسبة الشعب الجنوبي برئيسها المشير عبد الرب منصور هادي، ونقول لولد الشيخ ان القرارات التعسفيه لا نقبل بها، وان هذه قرارات لا نقبل بها، والشعب الجنوبي حر دائما. شكرا. نبادل الوفاء بالوفاء لفخامه الاخ المشير عبد الرب منصور هادي، ونقول له انها يدا واحده وكلنا عبد الرب منصور هادي، ونرفض رفضا قاطعا نحن شعب الجنوب ونحن كل مؤسسات الجنوب وكل الشعب في الجنوب في عدن وفي كل المناطق المحرره. نرفض هذه المبادره التي اتى بها ولد الشيخ لشرع عن الانقلاب، لشرع عن الحوثيين احتلال الجنوب مره اخرى مثل ما فعلوها في عام 1994. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن اليوم في ساحة العروض. قاله المولى عز وجل الذين قال لهم الناس البدرة إن الناس قد جمعوا لكم والتي عبرت عن انقلاب فزادهم إيمانا ضد وقالوا الانقلاب الحوثي الأبد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد لحي وابناء لحي فانقلبوا بفضل من الله بدر لم يمسسهم سوء رب منصور هادي واتبعوا رضوان الله كشعب خرج وقدم الالاف من الشهداء والجرحى. ولن نتنازل عن قضيتنا ولن نقبل بهذا الانقلاب مهما كانت ثمنه. التعظيم لهذا الحشد الكبير خلال الشرعية والمقاومة. المهرجان الجماهيري الإسلامي اليوم الذي قصه لنا آلاف الشهداء ووفاء وعرفان والجرحى ومشوهو الحرب الرئيس الشرعي وأبطال المقاومة الوطن سيل جارف من الأبطال لن يتوقفوا حتى تتحقق أحلامنا رئيسنا القريب بإذن الله تعالى سيتحقق لنا تحقيق النصر. وهذا المهرجان هو مهرجان تضامني، مهرجان تأييد، مهرجان تمسك بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي. بالمناسبة هذه العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم من مديرية المنصورة عملنا حشد ما لا يقل عن 80 باص إضافة إلى المواطنين كلهم تضامنا مع الرئيس عبد الرب منصور هادي وضد يعني كل المبادرة التي أتى فيها ولد الشيخ الذي تكافئ الانقلابيين وتوئيد الشرعية.
لهذا نحن اليوم تضامنا نعبر بكل قوة مع الرئيس عبد الرب المنصور هادي ومع شعبنا الجنوب. شكرا. احتشاد جماهيري كبير شهدته العاصمة المؤقتة عدن، انطلقت فيها الجماهير في عموم مديريات المحافظة في مواكب تحمل مئات المشاركين، جاءوا من مختلف المديريات للمشاركة في هذا المهرجان. مهرجان رسمي وشعبي دائم للشرعية الدستورية، ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورافضة لمضمون الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ في 30 أكتوبر ومحتواها من مغالطات تنتقص من تضحيات اليمنيين وتشرعن الانقلاب والانقلابيين. حشود كبيرة ضمت قيادات السلطة المحلية بالعاصمة عدن، والضالع وأبين ولحج هبوا من كل حدب وصوب في تظاهرة سلمية جمعتهم القرارات الأممية المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. اليوم نحن نشهد هذه التظاهرة والمسيرة الكبيرة في ساحة العروب، والتي خرجت اليوم تأييدا لفخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، ورفضا لخارطة الطريق ولد الشيخ التي قدمها إلى مجلس الأمن. أبناء محافظة عدن وأبناء المحافظة المحررة خرجوا جميعا اليوم ليؤكدوا لولد الشيخ أن هذه الخارطة مرفوضة، وأنها لن تنطلي على الصغير والكبير في محافظة عدن. وأبناء محافظة عدن والقيادة السياسية لوعد الرئيس قاسم الزبيدي وكل الشرفاء في هذه المحافظة يجددون العهد لفخامة رئيس الجمهورية أننا مع فخامة رئيس الجمهورية ربان السفينة والذي سوف يقودها إلى بر الأمان. نحن اليوم احتشدنا في مديرية المنصورة من أجل تضامن والوصول إلى ساحة العروض من أجل التضامن مع الرئيس عبد الرب منصور هادي، وضد المبادرة التي قدمها ولد الشيخ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة التي تنتقص من حق رئيسنا الرئيس هادي عبد الرب منصور هادي، وكذا من حق الشرعية، وتكافأ الإنقلابيين على إنقلابهم. صورتان في هذا الحضور رفعت فيها شعارات، الأولى ترفض وتندد بما جاء به ولد الشيخ من مبادرة لحل الأزمة اليمنية، والثانية رفعت فيها صور رئيس الجمهورية وصور قيادات التحالف العربي وفي مقدمتهما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. يأتي هذا اليوم الحشد العظيم، الحشد الذي يعبر عن رفضه إلى المشروع الذي حمله ولد الشيخ المبعوث الخاص للأمم المتحدة. إننا هنا في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة نعلن تأييدنا الكامل للرئيس عبد الرب منصور هادي والقرار الشرعية 2116 الغير قابل للتجزئة والنقصان. أننا ضد شرعنة الإنقلابيين، هذه القوى التي أرادت الإنقلاب على الدولة ومؤسساتها. والله احنا مستنكرين شرعنة هذه البادرة، احنا غير راضين وشعب الجنوب غير راضي بهذه البادرة. هذا الحضور الجماهيري الحاشد في العاصمة المؤقتة عدن يهدف القائمون عليها إيصال رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أنها ترفض مبادرة تلغي فيها قرارات المجتمع الدولي، وأهمها قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على إنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي المتحالفة مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن. الجماهير اليمنية في كل مدنها في المناطق المحررة لتعبر عن رفضها لمبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. هذه المبادرة التي تتعارض مع المرجعيات الثلاث، تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية، وتتعارض كذلك مع القرارات والمرجعيات الإقليمية والدولية، كما خرجت هذه الجماهير ترفض وتستنكر مضمون الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن حول الوضع في الجنوب. هذه المبادرة شكلت صفعة قوية في الجهود السلام التي تبذل خلال الفترة الماضية،
وهي استهانة بدرجة رئيسية بقرارات مجلس الأمن، وخاصة قرار مجلس الأمن 22/16 وما تضمنه هذا القرار من التزامات لإنهاء الانقلاب وعودة الحكومة الشرعية إلى موقعها الطبيعي. هذه الجماهير التي خرجت اليوم في كل المدن لتعلن تأييدها الكامل لفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وشرعيته، هذه الشرعية التي ستقود إلى بناء اليمن الجديد. وأدانت هذه الجماهير كذلك استهداف الحوثيين للأماكن المقدسة وخاصة مكة المكرمة بالصاروخ البالستي، كذلك أدانت هذه الجماهير المحاولات أو استهداف أو الاعتداء على السفينة الإغاثية الإمارات، كما استنكرت الجماهير اليمنية الاعتداء على سفينة المساعدات الإماراتية، وأعلنت تأييدها الكامل لعاصفة الحزم واعتبرته قرار تاريخي شجاع للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وقدمت شكرها وتقديرها العاليين لدول التحالف العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم طبعا جلالة الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية. هذه الجماهير اليمنية عبرت عن رأيها بوضوح في هذا الموقف وفي هذه المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل بلاد الشيخ. يوم من هنا من عدن خرجت صرخة الجموع الأبية تقدم عهدا جديدا، عهد الوفاء للشرعية، عهد التضامن الكامل مع مخرجات الحوار الوطني، عهد الانتصار الكلي للمبادرة الخليجية، عهد الإنجاز الكامل لقرارات الشرعية الدولية ممثلة بالقرار الدولي 22/16. من هنا من عدن تماهت الجموع مع جموع هادرة شرقا في المكلا وسيئون والمهرة، وغربا في تعز، وشمالا في مأرب، وجنوبا في أبين ولحك والضالع وشبوة. رسالة كانت تؤكد على أن هذه الجموع ستنتصر للشرعية الشعبية التي منحت الرئيس عبد الرب منصور هادي في عام 2012 7 مليون صوت لم يحلم بها المخلوع طوال الانتخابات التي كان يزورها. كانت عهدا للوثيقة الحوار الوطني الشامل ومخرجاتها التي نسميها الآن وديعة الرئيس عبد الرب منصور هادي، التي خرجت في يناير 2014. كانت عهدا وتذكيرا للشرعية الدولية بالقرار 2216 في أبريل 2014. هذه الجموع انتصرت اليوم لتؤكد للعالم بأن ما بدأ في عدن من اندحار كامل لقوى البغي والعدوان من جحافل العصابات الحوثي والمخلوع عفاش، وانتصارها كانت عهدا لمواصلة المسيرة، لمواصلة مسيرة الانتصار مهما كانت التحديات، من عدن نحو تعز نحو دمار، وصولا حتى إلى صعدة حيث تلتحم المعارك هناك وتشهد جموع المواجهات، يعني مجاميع من المقاومة التي انتصرت في عدن، المقاومة الباسلة في عدن الآن تنتصر أيضا وتسجل انتصارات في صعدة. هذه الرسالة كانت واضحة وجسدت العالم على أن شعبنا لا يمكن أن يقبل إلا الانتصار الكامل لإرادته، وكانت رسالة لأهلنا في الجزيرة والخليج بأننا على العهد باقون، وبأن المشوار سنكمل المشوار ما دمنا نحن على ذات السفينة، ولا خير لنا غير الانتصار.
الحدود أن أقف أمامكم باسمي شخصيا وباسم السلطة المحلية في محافظة حضرموت ساحلها وواديها لأحييكم خالص التحية وأنقل إليكم تحية فخامة الأخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي. إننا نلتقي اليوم وفي هذه الفعالية المعبرة والتي قطعتم المسافات الطويلة للمشاركة فيها لتعبروا عن تأييدكم ومباركتكم للوقفة الشجاعة التي أقدم عليها فخامة الأخ الرئيس برفضه المطلق لتلك المبادرة وخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي للأمين العام وموفده الشخصي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي أراد ودون مسؤولية الالتفاف على المرجعيات والثوابت التي أجمع عليها الكل لمعالجة الأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي العفاشي التي أرادت بفعلتها وانقلابها الاستحواذ قسرا على السلطة دون مراعاة لتلك التضحيات ودماء الشهداء التي تدفقت لتروي شجرة الحرية. نؤكد نحن المحتشدون هنا في هذه الساحة بمدينة المكلا محافظة حضرموت وحشود أخرى في عدن وسيئون والمهرة والمناطق المحررة رفضنا الكامل لمبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ المعلنة لحل مشكلة الحرب في اليمن والتي تخالف القرارات والمرجعيات الإقليمية والدولية، كما أننا نستنكر وبشدة مضمون إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر 2016 ميلادية حول الوضع في الجنوب. خرجت اليوم المسيرة المليونية هذه تعبيرا على رفضها للمبادرة التي أطلقها ولد الشيخ والتي تعتبر مثابة شرعنة للانقلاب وإهدار لدماء وشهداء اليمن الذين قاوموا هذا المد الحوثي العفاشي. نحن هنا خرجنا للتعبير عن رفضها رفضا قاطعا وندعو الرئيس هادي إلى المضي قدما من أجل أن يمنع هذا القرار وأن يقوم بعمل إجراءات عن طريق مع دول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ونحن رافضين وسنظل ندعو حتى آخر قطرة من دمائنا. كل يوم شكرا لكم بحجم المحبة بحجم النضال بحجم كل الآمال المرسومة على وجوهكم. تحتشد تعز اليوم في واحدة من أروع صور المقاومة والصمود ونماذج الرفض الشعبي المطلق
في مواجهة الخيارات الانتهازية المتدثرة بعباءة السلام الذي لا يشير في جوهره إلى رغبة في صناعة سلام دائم وحقيقي ينطلق من حاجة الوطن والشعب إلى الدولة كجهة وحيدة تمتلك الحق القانوني والشرعي والأخلاقي في امتلاك السلاح واستخدامه. ولقد كانت تعز على الدوام سباقة في دعم وإسناد الخيارات الوطنية في مواجهة كل مشاريع التآمر والانتهازية والإقصاء والتفكيك ومحاولات الالتفاف على نضالات الجماهير، وهي بهذا الاحتشاد العظيم لرجالها وشبابها ونسائها الذين تقاطروا من كل أرجاء المحافظة للتأكيد على موقفهم المبدئي في رفض كل المقترحات والمشاريع الهادفة للالتفاف على تضحيات الشعب وبخس نضالاته والتفريط بدماء شهدائه والقفز على حاجته الملحة في الانعتاق من الانقلاب وعصاباته الإرهابية للشرعية. نشكر كل مديريات صعيد، نشكر أيضا مديريات الشمالتين والمعافر والتعزية والمرقنا اليوم رفضا لمبادرة ولد الشيخ التي تنص على عودة القتلة والانقلابيين إلى منصة الحق بعد هذه الدماء التي أزهقت وهذه الميليشيا التي جاءت من الكهوف لتحكم اليمن ولتحكم تعز وغيرها ليحكم الجهل العلم وليحكم التخلف. نرفض مبادرات ولد الشيخ ونطالب بالقرارات 22/16 سيد قرار رئيس الجمهورية الرافض للمبادرة الجديدة من ولد الشيخ. يعني كيف؟ خرجنا اليوم نحن أبناء تعز رفضا لمبادرة ولد الشيخ التي تشرع للانقلاب وتعيدهم من الحكم بعدما قتلوا الشعب اليمني وزهقوا أرواح المدنيين الأبرياء في هذا الوطن، وهذه المبادرة تعيدهم مرة ثانية على رؤوسنا هؤلاء القتلة والمجرمين الذين سفكوا دماء الشعب اليمني وهجروا المواطنين وانقلبوا على الشرعية والحكومة ويريدون الآن أن نعيدهم على رؤوسنا، ونحن خرجنا رفضا لهذه المبادرة. يعني كيف؟ خرجنا رفض للمبادرة ولد الشيخ لأنها هي مبادرة للإنقلابيين وهي شرعا للإنقلابيين مكافأة لهم، وهذا خروج الشعب اليوم هي رسالة إلى العالم ورسالة إلى كل الأحرار بأن الشعب اليمني يقف ضد هذه المبادرة لأنها تكافئ الإنقلابيين وتكافئهم لعملهم الذي من إجرام وقاتل وتشريد كل المواطنين. هذه يعتبر هي اليوم خرج كلها بكل أبنائها بكل فئاتها رفضا لهذه المبادرة. Yeah.
هذا نبدا شعبي هنا قبل ما يسلموا يا ولد الشيخ ما سويت يا ولد الشيخ ما سويت انت قرارات الكويت انت قرارات الكويت ما عجبت الصوت يا ولد الشيخ ما سويت يا ولد الشيخ ما سويت انت قرارات الكويت يحرك يده يحرك يده انا بدي يا ولد الشيخ يكفي استهتار مطلبنا نفس القرار يا ولد الشيخ يكفي استهتار اليوم لنقول لا للمؤامرة التي تحاك ضد بلدنا وشرعيتنا احنا مع الحل السياسي اهل وجهات النظر الحل بيأتي بحق الشعب ذي ناضل وثار قد ربما في بعضهن نقتاضهن غض البصر قد ربما في بعضهن نقتاضهن غض النظر من أجل نخرج شعبنا المظلوم من هذا الحصار أما دماء أخواننا والله ما تذهب هدر بلغ رئيس الشعب يا سلطان هو المستشار شكرا جزيلا للشاعر مجلد قبيصي محافظ المحافظة أهداف ساعته الخاصة نسمع إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغي لها الأمم قال خريطة ابن الشيخ طلعت خرطة وبنودها من يوم جيت مخروطة خريطة ابن الشيخ طلعت خرطة وبنودها من يوم جيت مخروطة كنا عنتجاوز إذا هي غلطة بس الخريطة كلها مغلوطة حللتها بالأمس نقطة نقطة واني بذيل الانقلب مربوطة أكيد هذا اللعبة هل من حقه كانت من أول عندهم محطوطة اثنين نؤكد أن السلام الدائم والشامل لن يتحقق إلا بالالتزام بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية مخرجات الحوار الوطني القرارات الأممية ذات السلاح وفي مقدمتها القرار 2216 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الإخوة والأخوات شرف كبير لي أن أحضر هذه الفعالية الكبيرة التي تقيمونها دعما لموقف القيادة السياسية والتأكيد على تمسككم بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن كمرجعيات ثابتة ورفضا لشرعنة الانقلاب شعب تفلت من أغلال قاهره حرا فأجفل عنه الظلم والظلم وفي البداية نؤكد على وقوف الشعب اليمني مع قيادته السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والحكومة الموقرة ونثمن دورهم النضالي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن وأجدني ملزما بالإشارة إلى أن ذلك الموقف الشعبي المساند لقيادة الدولة هو نتاج تجارب مريرة تعرض لها شعبنا جراء حكم الإصابات عبر المراحل المتعددة الماضية الحاضرون جميعا عمدت تلك الميليشيات إلى اجتياح عدد من محافظات الجمهورية وسفكت فيها الدماء وانتهكت الحرمات وفجرت المساجد والجامعات ودور العلم وفرضت الأفكار الطائفية الإيرانية بقوة ونهبت الممتلكات العامة والخاصة وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني وسخرت كل موارد الدولة لمصالحها الشخصية وإزاء ذلك صدر القرار الأول
رقم 22/10 بوضع عدد من قيادات الحوثي وصالح تحت طائلة العقوبات ومنعهم من السفر، كما صدر القرار الدولي 22/16 تضمن إلزام الإنقلابيين بتسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية، وهو مطلب شعبي وإقليمي ودولي.